يبدو أن العاصفة ستزداد شيئا فشيئا هذا اليوم يا ابنتي. نعم، وأخشى أن يتأخر جون في هذا الجو العاصف. إنه ولد ذكي وقد اعتاد على تقلبات الجو ويعرف كيف يتدبر أمره. هذا صحيح، لكنه وعدني أنه سيعود قبل حلول الظلام. من أن يفي بوعده لكي يعتاد على الصدق منذ صغره. يبدو أن خوفك عليه يزداد يوما بعد يوم. لا تنسي يا أمي أنه ولد صغير ولم يبلغ العشرة بعد. اسمعيني يا ابنتي، يمكنك أن تكوني بمنزلة أمه، لكن لا يمكنك أن تحلي محل والده أبدا. يجب أن أقضي على الدب قبل أن يقتل الصغير. انهض. أي أحمق سمح لك بالمجيء إلى هنا؟ انظر، ألم ترى هذه العلامة التي تشير إلى أن المنطقة خطيرة جدا؟ ثم ألم يعلمك والداك أن تبتعد عن الأماكن الخطيرة؟ لولا السناجب المرققة وخوفها لما انتبهت عليك ولكنت الآن في عداد الموتى. لو كان لي أب وأم لحذراني، قالوا لي إنهما ماتا بحادث بعد ولادتي، لذا أخرج دائما وحدي. آسف لسماع هذا. على كل شكرا لأنك أنقذتني. ماذا ستفعل بذلك الصغير؟ اطمئن، سأتخلص منه حتى لا يهاجم الناس عندما يكبر، فقد رأى أمه كما رأيت تقتل على يد أحد البشر. ابتعد. لن أسمح بقتله. ماذا ستفعل به؟ سأربيه. هل عدت يا جون؟ لماذا تأخرت؟ أنا آسف جون، وما سبب هذه الجروح؟ لقد تعثرت في الغابة. اسمع أيها الولد، أعرف أن هذه الجروح ليست بسبب تعثرك، فإن لم تقل لي الحقيقة فسوف تقضي الليلة في الخارج. آسف يا خالتي، كذبت عليك. التقيت في الغابة دبا صغيرا، وعندما حاولت الإمساك به هاجمتني أمه وجرحتني. هذا كل ما في الأمر. هكذا؟ هيا ادخل إذن. سأعتني بجروحك وبعدها ستأكل. جون على حق، يجب أن يبقى الصغير حيا. أنا سأساعدك يا جون. واحد، اثنان. اسمي كايت وأنا صياد. ما معنى صياد؟ العالم مملوء بالمصاعب،
والصياد هو الشخص الذي يسعى لتجاوز هذه المصاعب والتغلب عليها. ولكن لماذا أتيت إلى هنا؟ جئت لأبحث عن معلمي. معلمك؟ نعم، قال لي لكي تكون صيادا عليك أن تبحث عني، وهذا اختبارك وسأقبل بك. هذا الأمر أكثر صعوبة من أي نوع من أنواع الصيد. أخبرتني البارحة بأن والديك ماتا، أليس كذلك؟ بلى. قل لي، ماذا تعرف عن والدك؟ لم تخبرني خالتي بالكثير عنه. ما اسمه؟ ما اسمه الكامل؟ إن اسمه جين فريكس. ها؟ جون، والدك لا يزال حياً، إنه في مكان ما من هذا العالم. والدك جين فريكس هو معلمي، وبعبارة أخرى هو صياد. صياد؟ نعم، إنه أفضل صياد في هذا العالم. جون، ماذا قلت؟ أريد أن أعرف شيئاً عن أبي يا خالتي، هذا ما أريده. سأخبرك عنه، إنسان عادي، كان يدير هذا المطعم الصغير، وقد مات إثر حادث قبل ولادتك بمدة لا تتجاوز الشهر. قد يكون هذا قاسياً عليك، ولكن أريدك أن تنسى أمر موته. لا يمكن أن يحل أحد محله، ولكن في الوقت نفسه أريدك أن تعرف أن هناك من يحبك. أرجو أن تنسى الأمر يا بني. لماذا تخفي خالتي الحقيقة عني؟ إن كان والدي حياً فلماذا لا يأتي لرؤيتي؟ هل هذا يعني أنه تخلى عني؟ بالدخول يا بني. صباح الخير، ألديكم طعام؟ تفضل. جيد، هذا ما أريده، فهي وجبتي المفضلة. أمي، أتعرفين أين ذهب جون؟ أمي، لم أعرف أن لديك زبونا. أهلا بك يا سيد. شكرا، آسف لحضوري مبكرا. يجب أن يصبح جون صياداً مثل أبيه. ستندمين على ذلك، حرق هذه الصنارة لن يفيدك في شيء يا ابنتي. أمي، أنا خائفة، لقد بدأ جون يسأل عن أبيه، وأخشى أن يغادر البيت ليبحث عنه. الصغير سيكبر، وعليك أن تدركي أن هذا الصغير سيستقل بنفسه حين يكبر، ولن تستطيع منعه. ولكنني أحبه. وأنا أيضاً، ولكن في النهاية سيرحل هذا الصغير، وسنشتاق إلى رؤيته بين الحين والآخر كما نشتاق إلى أبيه. إنه يملك موهبة رائعة، والأهم من هذا أن الحيوانات تنجذب إلى الصياد الجيد. أنت مؤهل لإجراء امتحان لتصبح صياداً، هيئ نفسك لذلك الوقت. ماذا؟ بطاقة اختبار الصياد. أريد أن أخضع للامتحان. لماذا؟ كي أصبح مثل والدي. أعلم أن أبي لا يزال حياً وهو صياد، سأبحث عنه حتى أجده، لذا أرجوك قدري موقفي يا خالتي. ميتو، في أثناء مراقبتي له عرفت أنه سيقول هذا يوما ما. هل لا يمكن أن تصبح صيادا؟ ميتو،
وافقي يا ابنتي، لكن بشرط واحد. ماذا قلت؟ جون سيمسك بسمكة المستنقع؟ هذا مستحيل، الرجال عجزوا عن الإمساك بها. نعم، في خلال أسبوع. وكيف قبل هذا الصغير بهذا الشرط؟ لقد قسوت عليه كثيرا بهذا الشرط يا ميتو. إن لم يستطع اصطيادها فلن أسمح له، وأرجو ألا ينجح في هذا. ثانية؟ نعم أخفقت يا خالتي. لا تعذب نفسك، تخلى عن الأمر يا بني. لا يا خالتي، سأصطادها وسوف أفي بوعدي لك وسأصبح صيادا. سأصبح صيادا وأبحث عن أبي. وماذا تستفيد إن وجدته؟ جون لقد تركك عندما كنت رضيعا. ها؟ جون اسمع، كان أبوك صيادا، ذهب في رحلات كثيرة وكان يغيب مدة طويلة، وخلال سنوات لم تره أختي سوى مرة واحدة. كانت تتعذب كثيرا وكنت أتألم عندما أراها تتألم لفقدان زوجها. لهذا سقط أبوك من عيني، فقد تخلى عنك وعن أمك، فهل ستصبح صيادا لتبحث عنه؟ نعم، لكنني لن أعامله أبدا كما عاملني يا خالتي. لن أغادر قبل أن أصطاد سمكة المستنقع. حسناً، لتصطادي السمكة أولاً. أين خالتي؟ اليوم هو آخر يوم من الشرط، أليس كذلك يا بني؟ افتحها. سنارة؟ إنها السنارة التي استخدمها أبوك. استخدمها في صيد السمكة. شكرا، شكرا يا خالة، سأمسك بسمكة المستنقع بهذه السنارة. معي لدلني على طريقة أسحب بها السمكة، سأعتمد على نفسي.
نجحت في تنفيذ الشرط، وعليك أن توافقيني يا خالتي. أنت التي ربيتني وعلمتني أن على المرء أن يفي بوعده. مبارك يا جون. شكرا لك. آسفة يا جون، أخفيت عليك الحقيقة. والدك لم يتخلى عنك، وأنا أيضا لا أريد أن أتخلى عنك يا بني. نعم، وأنا لن أتخلى عنك. أعرف أنك أخفيت الحقيقة، أنا أحبك أكثر مما تحبينني. أشتاق إلى رائحتك. أنا لم أعرف رائحة أمي الحقيقية، لكن رائحة خالتي هي رائحة أمي. لن أنساك أينما ذهبت، فأنت بمنزلة أمي. الامتحان الأصعب هو أن تجد أباك، إنه أصعب أنواع الصيد، وهو أفضل الصيادين. سأجتاز الامتحان وسأجدك. أرجو أن ينجح في الامتحان.